الاهلي لما اتعرض لانسحاب الرعاه شفته عمل ايه وحقق عوائد ازاي؟ لما اتعرض لظاهره زي ديت جنح للعلم مش لاي حاجه تانية. لكن الكلام على سحر وعلى شعوذه، لا اللي الاهلي قاله ولا الاهلي بيعمله ولا الاهلي ممكن يفكر فيه، والا ساعتها مش هيبقى هو الاهلي. نسمع كلام ميدو. انا مش هتكلم اقول كل حاجه دلوقتي، بس ده طبعا غير ان هو كان بيقول لنا ان في لعيبه معمول لها اعمال ومعمول لها سحر وشعوذه وطالبنا ان احنا ما نلعبهمش. ثلاث او اربع لاعبين بشكل مباشر وحازم موجود قدامك، يعني حتى لو هو مش عايز يتكلم، وسودا منصور قال لنا ما تلعبوش ماسم مرسي لانه معمول له عمل وسحر، قال لنا ما تلعبوش كهربا لانه معمول له عمل وسحر، قال لنا ما تلعبوش دار لانه معمول له عمل وسحر. وعايز اقول لك معلومه ثانيه يا سيف، والصور معايا وموجوده، ان نادي الزمالك السنه اللي فاتت كلها بالكامل للاسف، ان انا بقول كده على بيتي، كان شغال بالشيوخ، وان كان في شيخ بيتواجد مع نادي الزمالك في كل المباريات وبيركب معاهم الاتوبيس وبيحضر معاهم المباريات، والصور موجوده معايا، وكان بيتقاضى 7000 جنيه في المباراه. شيخ متواجد بيعمل سحر وشعوذه، وباكد لك مره ثانيه ان الصور معايا، وبقسم بالله العظيم وحياه اولادي ان مرتضى منصور طلب مني ان انا ما اشركش لعيبه عشان معمول لهم سحر وشعوذه، وبقسم بالله ثاني وحازم امام قدامك يعلم هذا الكلام، ان كان في شيخ متواجد بيتحكم في كل الامور ومين يلعب ومين ما يلعبش. السنه اللي فاتت ما كان موجود في كل مباراه لنادي الزمالك، وكان بيتقاضى الاجر لنادي الزمالك. طيب في سحر والاهلي بيعمل سحر، وانت رحت عملت سحر وجبت شيخ مقيم، وده اللي بيقول كده اللي كان المدير الفني المسؤول عن الفريق، وجبت شيخ مقيم معاك، ما ينفعش معاك ليه؟ هو حتى الساحر بتاعك بينقلب السحر على الساحر، ما بيكسبش يعني 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 الساحر بتاعي بيكسب الساحر بتاعك برضه؟ يعني ايه المنطق في كده؟ هل ده معقول ان دي تبقى الثقافه اللي عايزين ولادنا يعيشوا عليها ويصدقوها ويغيظوا بعض في ويكرهوا بعض في البيت الواحد عشان انت بتسحر وانا ما بسحرش وانت بتسحر؟ ما هو اهو في سحر وانت تؤمن بيه ولجأت له وما عملكش حاجه فيتهم فيه الاهلي، يبقى ده اللي